Where's the shop? Nothing? Your whole set of... شباب الريوق من 10 كم؟ 10 حتى امتى؟ 20 بروكن صراحة أنا I'm not an expert with these stuff مو عاجبك يعني؟ لا عاجبني بس إن for its price ما أعرف مو بابايز بابايز عم نامس دي ترى ها؟ لا شو الكورنفليكس والبيض وفواكه وعصير حق الشخص بأربعة خمسة دينار ونص أنا بروح عن منطقتي شوفوا وش حالاته شاي خبز زين زين عرفنا عرفنا اموت هلو ليش ما تحبوني ليش Game over views vs devils يلا لا لا كونيتشيوا ها كونيتشيوا هاي بعد ها كونيتشيوا يسلم عليه هلو او تعال لاست اوف اس جيم بلاي نخطي انا مالي خصني ايش صار نهائي مال هاي الحين يبتدون بيلعبون اكحن اي ثينك اي جاست هاي هما في واحد من البحرين بس ما عاد واحد البحرين صار زين يعني الحين نصور النهائي احنا نروح نصوره مو نهائي نهائي اي ثينك الحين الفاينلز اوكي كوارتر فاينلز بس خلاص نجيب الفاينلز نصور يمكن او اتس الفاينلز مو متاكد بالضبط انا يمكن السيمي فاينل بس عاد تقول هناك البلت شفت البلت عندهم بلت اي بلت عكاكي جو هناك راوني كريستن شو هم المصارعة ذي بنسوي كفرج على كم لعبة ثانية والنهائي ان شاء الله بنشوف اذا بنسوي كفرج كاميرا ذي خلاص خلصنا منها برجر فيول قاعدين ننتظر البرجر نص ساعة ساي فاي هاي انتقل رحمة الله ايو لا 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 تو الناس جوعان جوعان ما عندهم برجر وما ابي اكل بيزا امس البيزا كانت تعمانة كانت عادية عين بس كلها عين it's not that bad okay يمكن the one you got yeah it was horrible انا اخذت مارغريتا اكيد كالمعتاد مارغريتا لا انا هاي بيبروني زين توز اوكي بس ما كانت احسن برجر اي مري بيتزا احسن بيتزا ولا خس بيتزا لا توز اوكي شوف المحبين سسرون بعض المحبين متعذبين الشباب يحاولون يكتشفون اي برجر برجر وسابي اللي ما في شيء بس وسابي اللي ما في طماط عيل هذه اللي بتجي بروحه ما في طماط حفيد عيل مالك طيب كم جايز بلس كولا حق مالك احد ياخذ بيس ما حد بيقوم ياخذ اوردر النشيط سبيشال عازمنا كلنا That's exactly the point. Now, we have like Tareka, حتى لو تحت السيت بريك دانسينج بيسوونها لك ترى. اللي يتعلق لك على عادي سوالي سوى ترى النقل العام البحرين. ترى قاعد اصور الفلوج الحين ويعني خلينا قاعد نصور؟ اي الحين سجلت كل شيء انا قاعد نصور ترى اوكي سجلت
سجلنا كل شيء. شو اخباركم شباب؟ هلا وش اخبارهم؟ هلا شباب. دو مش قاعد تسوي؟ قاعد اشيك الناس اللي تعرفت عليهم في كومي كون. الطياره كنت بطالع وياهم. صدق انك طلعوا وايد طلعوا وايد حلوين حلوين. شوف في واحد لابس باوزر وفي واحد تنين همبرجر تنين همبرجر. لحظة عن طاري باوزر وتنين باوزر شنو سلحفاة ولا تنين ولا خال سلحفاة مكان سلحفاة وبث التنين سلحفاة من بواليع البحرين. عندنا بواليع ما يعيش فيها. لا لحظة صدق زين إذا خاط من الاثنين من وين لك قصر؟ إيه قالعور لحط السلحفاة المعوقة عندها قصر والإنسان قاعد عايش برا عمري وين عايش؟ القصر في لافا مرش فيه لافا بالعربي شنو؟ إكزاكت هاي اللي قاعد أفكر فيها أنا لافا شنو؟ حريجة نط ايوه عاد عم طالع لا لافا شنو نسيت بالعربي يشيلون لافا بركان ما لا شيء هو الحريجه اللي في البركان شنو يسمونه ما لس علينا اقول تشيكن ناجت كلنا تشيكن ناجت ما نعرف واحد انتحر زين اللي مو تشيكن ناجت خلي يقول لنا في الكومنتس شنو المايكما او اللافا اللي يسمونه عشان لما فهمت شنو اللي قصدنا شفت البركان تحت كلش اللي شرحي خلاص عرفوا اللي تقط باوزر فيه اللي تقط باوزر فيه يحترق اللي تبطل عليه اليسر يطيح تبطل اليسر ويطيح زين وين رايحين احنا شباب الحين المترو مترو زين حق مين حق لحظه حق من ما ادري قول لهم فيك من بس التليفون قول لهم بنروح نشوف رابي رابي من اتحداك بنشوفه بس لحظه قلت بنروح دبي مول مال بإمارات مال بنروح مال والله لا اي جمع والله لا اي وبنلاقي عشان هو هذه هاي شيك شاك شيك قلت لكم عادي نروح اي مكان تقول امين اقول لك بروكن ما ادري بس يمشي ورانا ايش درك يمكن نوديك زاويه هناك ونقول لك ناخذ كليتك نبيع كليتك كذي عادي عندي كليه ثانيه طلع وحدك اذا تاخذون كليه زين تبرعوا فيها حق جيم اوفر فيوز اوكي يا سلام شفتوا حق جيم اوفر فيوز يتبرع فيجمنت معانا ما يقصر فيجمنت زيد عمليه خلاص اليوم انا بصير نينتندو فان بوي بشتري لي 3 دي اس انا بعد انت بعد بتخليك 3 دي اس ترى يعني من سنه يدي ما خليت كونسول جديد من نينتندو ما خليت الويو شوف الانيام قاعد تحاطم على النينتندو الحين النينتندو وي الويو فوش تعتبرها سوري شباب اللي يحبها مو عن شيء بس انا الويو للاسف وين من اللي يحبونها بس يعني شوف ما نزلوا الالعاب وايد من اول شيء المفروض كانوا ينزلون سوبر سماش وزلدا اغلبياتهم كانوا بورتس اي كلها نينجا جايدن 3 على الويو انزين عندنا نينجا جايدن 3 اوريدي يعني نسخه جديده منها مو بشيء عجيب تعرف ما تشتري كونسول حقه في حركات حلوه نفس بلاك اوبس 2 تقدر تلعب 2 بلاير واحد على شاشه الكنترولر واحد على الشاشه بس انا عندي لك سؤال وسوري هلا ليش بتاخذ لك الفري دي اس؟ فري دي اس وايد العاب في عجيبه عليها يعني انه ما في على الكونسول ثانيين صراحه وانا احب ماريو كارت واحب بوكيمون فدائما اخذ الكونسول مال نينتندو اللي باليد لكن دائما كنت اخذه مستعمل الحين اول مره باخذ من جيم بوي ادفانس ما خذيت جديد زين اذا بتقترح حق واحد صح واحد ياخذ له 3 دي اس شوف تقترح اي لعبه ياخذ ماريو كارت بوكيمون اذا بتنزل وعندك ريزنت ايفل دي اس اظن اللي هي اريا شو اسمها اللي بتنرمي في كاسلفينيا اوردر اوف كيوس اوردر اوف كيوس مو اوردر اوف كيوس اوردر اوف كلاسيا اللي هو اوردر اوف كيوس شلون اوردر وكياس في نفس الوقت نظام الدمار نظام اوكي صح اسمها اوردر اوف كلاسيا سمثينغ شفت بروكن يعرف اكثر منكم في هالاشياء صديقنا بروكن يعد كلامه انزين فبنشتري لنا 3 دي اس ان شاء الله بحاول اسوي فيديو هناك
مللناكم في الباص يعني، خلينا نروح لكم شيء ثاني عقب شوي. بروكن ماذا تفعل؟ اوكي اند وسابي حياك الفرد، شيء حركاتنا في البحرين ما اريد تسوون. شنو هاي اللي في يدك وسابي؟ بيكا بيكا بيكا. وسابي ما كبرت على هالاشياء؟ زين خليني اعطيك 3 دي اس. شفت البيكاتشو اديشن هاي في امريكا نادر، في اليابان بيعوا فيه على السريع خلصوا، فخليني اعطيك واحد. وفي المنتخب خليني بعد 3 دي اس. شبهني ولا لا؟ كتبوا بالكومنتس اللي يشبه، عشان لان هو شوي متحير يقول ما يشبه. انا اقول ما يشبهني. So far it's good يعني، يشابهك شوي. كيف فكرة تبتدي الصورة؟ ويانا ضيف ربيع. ربيع السلام عليكم يا شباب، تشلن؟ Hi, welcome to our vlogs. Yes. No way, you guys are putting me up on the vlog, man. Yes. Oh, yeah, man. Why not? ليش قلت له بنسوي أبلود؟ الحين خلاص بيحتار، ما بيقدر. عشان عليك مسكين. شو عشان عليك؟ هاي سلم على الشباب. السلام عليكم الشباب. سلمت عليهم. شو أخباركم؟ انت راك شوف هاي قاعد يلعب لك على 3 دي اس، يحاول يصنع وايها. وهاي مرة شنو؟ هو ممبر من جيم اوفر فيوز ومو قاعد هيز نوت انتراكتيف وذ ذا جاي. بس قاعد وين ديد هي؟ خلص سويت الحين انتراكشن وياكم انا خلاص؟ خليه يوليها. عمر ما حصل شنو فرند كود يسمونه؟ بلكانية باي ذا وي. دوم 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 فرند كود يسمونه؟ شنو؟ عشان نسوي اد لوالدهم. اي هاف نو كلا، اي ديدنت تراي ذات ما جربت؟ نو. اتذكر على الوي فرند كود. ما تشوف شلون يصير الاد، بحطكم الاي دي مالي سووني اد في العاب ماريو كارت. قلت لي ما تطورني وانا قلت لك. ما قلت لهم وين احنا؟ احنا في شيك شاك. شيك شاك. احنا في شيك شاك. شيك. البينات باتر ميلك شيك مالهم صراحة وايد اوكي. برجر اوكي. برجر اوكي. برجر اوكي. رابي ايش رايك؟ فايز مني. هاي نهاية الفلوج عقب كم ساعة؟ نهاية الفلوج؟ لا مو نهاية. زين زين نهاية هالفيديو قصدي. زين يعني لا تقتلوني، ما سويت شيء غلط. واحد عندهم برد لكم عقب كم ساعة؟ أربع ساعات؟ أربع لا أربع ساعات. ساعتين ساعتين ثلاث أربع يعني يعتمد. أو ويطيح تلفون. أنا يتفضل لا يكسر الدات. لا شوف الشيء الزين. It's not my phone. الحين لو تحطه في رجلي ما صار. كان شوف نهاية البلوك تشيكش. بيب 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 ما. اليوم خبرنا ليش احنا هني؟ احنا هني في هالشيء اللي يتحرك شو يسمونه كارت مثبت. سيارة ما تعرف تقول بالعربي؟ نعم انها سيارة كما يقولون باللغة العربية. لأن مسكين فيجمنت مريض. بيسكلي يقول تسمم المطعم شيك شاك اللي احنا استمتعنا. لا 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 تذكر اسامي وبعدين تقول لنا شيك شاك ما ادري شنو. شوف انا كلنا من هناك ما صادنا شيء. احنا ما صادنا شيء. اي ما ادري ليش ما عجبه، يمكن شيء ولا يمكن هو اخذ ملك شيك وما ادري شنو مشروبات غازيه معاه. زين. اي ميكس ميكس غلط. ف عجيبه الرحله بالسياره الحين كذي. يس سو كافتو عقب التعب اللي صادنا يعني اليوم. قالت لنا تقريبا 30 دقيقة ماشي، فلنكتشف فيجمنت يعني مسكين. كنا بنمشي كل هالدار. اي ادري. شنو كنت بقول؟ بقول شيء كنت اي اللي بنظف الحمام في الفندق مسكين شراوي زوع يقول سد السينك. مسكين. لا لا بس نقول القصة ما نطنز عليه مسكين. اي كلش احس يعني مسكين يعني بعطيه هاق عقب. عجبني الجوتي. زين اي فلوج قاعد نصور من كذي قاعد نقول حق الاوادم يعني خلاص احنا حق بعض قلنا السالفة وخلاص. اي نعم زين. و في كوكي يلا وصلنا شكله.
بنتحاكي عقب شويه. اوه وصلنا تو الناس احنا عند السيب. اوه هاي شو تسوي هني تمشي هالكثر؟ اي ما تغش من الساعة. I wasn't surprised. مو متفاجئ ولا شيء يعني اشكره يعني من مطار عود. شباب وصلنا البحرين اخيرا. اشتقت لها صراحة. اي انت رشنا اكثر شيء اشتاق؟ شنو؟ اي مكان تبي تروح ربع ساعة نص ساعة. اي والله دبي في المطار قطار النوم. يمكن مطارهم اكبر من البحرين. احنا يعني ما توقعت ان باستانس ان عندنا مطار صغير. حد لعت شبدي ابي اطلع بسرعة. بالضبط تشيك بوينت واحد مال يكون لاشية ومدري شنو ما في اصطفاف وايد وخلاص تمشي تطلع. فالحمد لله وصلنا بسلامة. بسلامة اي سلام بقيت سلامة بقيت سلامة فيجمنت خلش اسمه سلامة. شفتوا صورته شفتوا وجهه بخلي الصورة عقب ولا شيء. بيحط لكم صورة فيجمنت مسكين رحمة الله احنا عبالنا مات على بروكن. مسكين كان مريض بطنه مريش ماكل بطنه. انا متريق كلنا متريقين ويوم متغدين ويوم متعشين ويوم نفس الاكل بالضبط ما في ايه فرق يعني ما حد صار شيء ماري هو شنو هو اللي ياكل من كافيتريات مال اللي في البحرين اللي كافيتريا واسخه ولا شنو ما يصيد شيء. انا خاف اكل من هناك ادري اذا كليت بس يعني ما موت انزين. هو ماري شلون شكله عنده رياكشن يصيده من الاكل النظيف. إذا أكل نظيف شكله يعورة بطنه. هاي النظرية اللي عندي شكله والله. إذا أكل واسخ ما يعورة بطنه. إذا أكل نظيف يعورة بطنه سيدي. ادعوا له بالخير شباب إن شاء الله يقوم بالسلامة إن شاء الله يعني. في الطيارة بغوا ينزلونه يسوون له أنت تقدر هتطير الحين شيء يسلم أوكي أي أقدر الحين. أول شيء كان تصدق يقول لهم بطني بيرتاح يعني بتمدد أحسن بيروح فرست كلاس كان زين قال بتمدد تعبان بطني زين. اخرتها طلعوا الاثنين ايامنا مايين فنسدح محظوظ ايه نسدح وقاعد ميول بطنه. واحده بحرانيه يمي تسال تقول ايش في قاعد يمسح على بطنه ما ادري ايش قاعد يسوي كذي يمسح زين اقول لها لحظه الحين بيطلع المارد زين تفجعها ضحك عليه مسكين بعدين يسوي لي احمدوه يا الحمار سمعتك مسكين قاعد والله مسكين. وللأسف هاي مو تكملة قصة فيجمن. أول ما طلع من الطيارة في يمين تروح حق عأساس تطلع من المطار اي ويسار حق الترانزيت رايح للترانزيت زين وقفون أقول له ترى بدوك الهند وهناك يسوون في الضاع ولا شيء يقول يمكن واحد يعور بطنة بحريني شوف ايش سالفته. بعدين باسبورت كنترول بيروح حق الجوازات زين في جي سي سي وفي مال فيرست كلاس وبزنس رايح فيرست كلاس وبزنس اي فيرست كلاس وين. وعقب عندكم دوم إيه؟ سوى حركة يا شباب يعني عجيبة عادها عجيبة لازم اللي تشيل الخواتم وهالأشياء عشان مال كشف مال كشف زين شايل مينرال ووتر مياه معدنية زين شايل غرشة ماي زين بس احنا قاعد نقول مياه معدنية بتعرفون ليش زين يقوم يحط على صوب ويمشي ويشيله يقول له زين باي ليش باي وقعد تحطه على صوب سي اوه لا تحاجوني الحين ترى انا ما اعرف ايش قاعد اسوي انا ما اعرف شنو الدايه. فهاي كان يومنا كان يوم متعب في دبي بس الحمد لله يعني الحمد لله كل شيء تمام. وصلنا البحرين سلام. اوه الرايمز ف تقدرون تشوفون الكواسابي ماشي وقاعد يوصلني البيت و خلاص ننهي اليوم خلاص هاي بليز
سوري شباب بس بليز ابي اروح اركض. خلاص نوقف هني. صباح نمشي للبيت. ايه انزل نمشي للبيت. انزل تصبحون على خير وما لا داعي تقول لنا بيطلعونا الصبح لان احنا الساعة كم الحين؟ الحين 4. اه 4 زين. صباح الخير شباب. صباح الخير.